في الماط بالضبط ما عمرك تقولي يا ضاعت ولا تعطلت، كنهضر معاك عن تجربه. كان صوتوش في الجمر طافي. زير معايا الله يرضي عليك. اول حاجه خاصك تعرفها ان تابعينك اربعه المراحل. المرحله الاولى غادي تنوي تجمع راسك وما غاديش تقدر، داك الكور ما تقبل فيه حتى شي حاجه، وهاد القراسك عامر بلي بوين فابل ما غاديش يخليوك تحرك. هنا غادي تحتاج لا باز. الحل الوحيد هو تخدم لا باز، ولكن رد البال الطريقه ماشي غير اجي وخدم. وغادي تجي المرحله الثانيه، تحس بلي انرجي طلعت، الثقه في النفس تزادت. اوه انا وليت كنخدم الماط ناري فهمت الدرس، هادشي ما صدقش صعيب. وغادي تبدا تقاس ليا في ليزيكزيرسيس، ولكن نوصيك ضروري الترتيب ديال التمارين، ما تجيش وتسيب تسخينات عاد ندوز لشي لاخر بالدارجه. عرف شنو تخدم وشنو ما تخدمش. رجعوا للمرحله الثالثه، غادي تحس راسك رجعتي لنقطه الصفر. حاجه وحده اللي تبقى تدور في راسك عييت، واقيلا غير كنخربق، فين هي النتيجه؟ وهنا احتاجيت الموتيفاسيون، ولكن ما تقلبش عليها برا، انت اللي غاتموتيفي راسك. باش استاذه في هذه المرحله حاول تقيم راسك، احسن طريقه هي لي كويز باش كتحس بالفرق، كتعرف ان خدمتك ما ضاعتش. اخر مرحله كتوصل عندك لينيرجي البلان، ناشط فرحان فايق في راسك، ديتي لي زاستوس وعارف في لحظه ممكن تحتاج ترجع للمرحله الاولى والثانيه والثالثه. عادي تقدر تعاود تحتاج لي باز، تقدر ترجع تدوخ في شي حاجه، تحس بالعيا بالاحباط شويه، ولكن دابا ما غاديش تستسلم، شديتي الريتم ديالك وعرفتي كيفاش تخدم. ومره اخرى فاش يطيح قدامك بروبليم ماتيماتيك ما بقيتيش غادي تركز على صعيب، تركز على كيفاش نخرجه. هادشي كامل نديرو بوحدي استاذه؟ غادي ديرو، ولكن ماشي بوحدي. وما جبت لك منهج بوان ام ا بلاتي راه فابور، غادي تلقى فيها الدارجه والفرنسي، خذ راحتك تسجيل بسيط. وعلاش اختاريت لك منهج بالضبط؟ حيت اول حاجه فيها لي نيفو كامل من السادس حتى الباك. ثاني حاجه ولا صعيب تلقاها عاود معاك لا باز، واخا يكون عندك الدوزيام باك غادي تلقاه معاود معاك ديفلوبمون فاكتوريزاسيون، داكشي كامل اللي نسيتي. وهذه الصراحه اول مره نشوفها في شي بلاتفورم مغربيه. كل مره كتخدم كتلقى دي ستاتستيك، يعني بوحدك كتقدر تعرف راسك فين وصلتي، واش درتي شي تقدم ولا والو. ورابع حاجه لي زيكزيرسيس بالتصحيح ديالهم ومرتبينهم لك على حسب الصعوبه. باش تزيد تعرف راسك واش غادي مزيان كاينين لي كويز، نوض تقيد في منهج دابا.